أخبار جديدة بتهم كل المصريين من وزارة التموين، والأخبار اللي هنقولها النهاردة كلها مهمة. الحكومة بتنفي إلغاء صرف الدعم الاستثنائي على بطاقة التموين وبترد على الرسائل الخاصة بالمواطنين. وخبر مهم جدا بشأن أسعار السلع التموينية بجميع المحافظات وتوحيد السعر. أيضا فرحة جديدة لكل المواطنين المنطبق عليهم استخراج بطاقات تموينية جديدة، كل يوم تم فتح الباب لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بالخطوات. وايضا خبر جديد بيخص الارز والزيت والسكر، ومش بس كده، لا في اخبار كمان داخل الفيديو. ولكن قبل ما نبدا الحلقه، السلام عليكم واهلا بيكم، ولبدايه الحلقه والتفاصيل صلي على الحبيب المصطفى، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ولو حضراتكم اول مره بتشوفونا شرفونا بالاشتراك، وفضلا وليس امرا عمل اعجاب بالحلقه. واليكم التفاصيل. نفى مجلس الوزراء ما تردد حول اصدار قرار بالغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينيه لشهر يونيو، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائي المقرر على البطاقات التموينية لشهر يونيو، وأنه لم يتم إصدار أي قرار بشأن هذا الصدد. وشددت على استمرار صرف الدعم الاستثنائي على البطاقات التموينية للأسر الأولى بالرعاية بقيمة تتراوح من 100 جنيه إلى 300 جنيه حتى 30 يونيو 2023، واللي بيستفيد منه ما يقرب من 35 مليون مواطن موزعين على 8 ملايين بطاقة تموينية. وأوضح أنه يمكن لكل أصحاب البطاقات التموينية صرف الدفعة العاشرة من الدعم الاستثنائي من كل منافس المجمعات الاستهلاكية، وأيضا فروع الشركة التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى الجمهورية. كما ناشد المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة مع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية من خلال صفحة الوزارة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين بأنه تم صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية بقيمة 833 مليون جنيه شهريا. الخبر التالي: تم لقاء حصري لوزير التموين، وأعلن فيه أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلفه بالعمل على خفض الأسعار قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وخاصة أسعار الأرز وأسعار اللحوم وأيضا الزيت. وأكد خلال حديثه أنه بدأ اليوم في إطار هذا سيعمل على تنويع مصادر استيراد اللحوم واستقبال أكثر من 400,000 رأس ماشية خلال هذه الفترة، بجانب العمل على مراقبة الأسواق وتوفير الأرز في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة. وأكد أيضا أنه متوفر حاليا لحوم طازجة سعر الكيلو 190 جنيه، لحوم سودانية وهندية. وفي هذا الصدد أكد أن اللحوم المستوردة هترخص سعر اللحوم البلدية الموجودة في مصر. إحنا بدأنا بالفعل ووزارة الداخلية معانا في توفير كميات من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بداية من اليوم، وإنه بالتعاون مع وزارة الزراعة أكد أنه يوجد أضاحي حية للبيع من وزارة الزراعة سلالات لحوم عالية الجودة بأسعار مخفضة، يصل سعر الكيلو قائم 105 جنيه. وأكد أيضا يتم زيادة معدل ضخ اللحوم للتأثير على سعر اللحوم البلدية الحية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ومن المتوقع انخفاض الأسعار. وأكد أنه سيتم توفير اللحوم السودانية بجميع المجمعات الاستهلاكية لسرعة الوصول للمواطنين وسهولة الوصول إليهم. وأكد أيضا أنه يوجد 5,000 رأس ماشية حية حاليا داخل مصر، يمكنك شرائها وذبحها بنفسك. أما بالنسبة للأرز، فتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كيلو الأرز في المنافذ هيكون متوفر ب 12 جنيه ونص وبدون بطاقات تموينية، غير انه هيكون موجود في داخل البطاقة على حصة المواطن ب 12 جنيه ونص في الشهر الحالي. واكمل الحديث قائلا ان الارز تراجع حاليا 1700 جنيه للطن الواحد، واكد ايضا ان الارز خلال الفترة المقبلة سيتراجع اكثر، محدش يخزن رز، محدش يخزن زيت، محدش يخزن لحوم، الاسعار الفترة اللي جاية هترخص. أما بالنسبة لأسعار السلع التموينية لهذا الشهر، السكر المعبأ 1 كيلو جرام بسعر 12 جنيه و60 قرش، زيت خليط 800 جرام بسعر 30 جنيه، أرز معبأ 1 كيلو جرام بسعر 12 جنيه و60 قرش، مكرونة 800 جرام 13 جنيه، مكرونة 400 جرام بسعر 6 جنيه ونص، عدس مجروش 500 جرام بسعر 21 جنيه، فول معبأ 500 جرام بسعر 9 جنيه، دقيق ورقي 1 كيلو بسعر 18 جنيه، سمن صناعي 800 جرام بسعر 36 جنيه، شاي ناعم 40 جرام بسعر 5 جنيهات، صلصة بسعر 8 جنيهات،
تونة مفتتة بسعر 18 جنيه، العلبة مربى بسعر 16 جنيه، جبنة 250 جرام بسعر 13 جنيه، جبنة 125 جرام بسعر 7 جنيهات، مسحوق اوتوماتيك 800 جرام بسعر 25 جنيه، مسحوق عادي بسعر 16 جنيه. اما بالنسبة لاسعار البصل، اكد وزير التموين سعر البصل الموجود حاليا هيرخص، احنا وقفنا التصدير، مش مهم الحاجة فين، المهم هنقدر نجيبها منين. مستكملا حديثه، احنا بدأنا عن زيرو مخزون للبصل، مؤكدا ايطاليا فيها البصل متوفر بنسب كبيرة، وبأكد للشعب المصري في الفترة المقبلة هيكون عندنا أمن غذائي، هيتم التعاون مع إيطاليا بتعاون كبير جدا، وبيتم خلال هذه الفترة بين مصر وإيطاليا في سلاسل الإمداد الفترة المقبلة. وأكد أن الدولة مستمرة في توفير البصل واللحوم والزيت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن الأزمة الحالية مؤقتة، والمشكلة زي ما قلت لكم مش بس في الأسعار، مش مهم الحاجة بكام، المهم هنقدر نوفرها منين. أما بالنسبة لخبر استخراج بطاقات تموينية جديدة لهذه الفئات، رقم 1 ضم الزوجة في بطاقة التموين، الزوجة الموجودة على بطاقة أخرى يتم ضمها على بطاقة الزوج. أيضا شخص يستخرج بطاقة لأول مرة ولكن يكون من الفئات الأكثر احتياجا، وهم أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، أبناء أسر الشهداء، وأيضا ذوي الهمم. يتم التقديم من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، وتبدأ أول خطوات ضم الزوجة على بطاقة التموين الدخول على بوابة مصر الرقمية. تظهر في هذه الخطوة عدة شروط، ويجب قراءتها جيدا، وهي على حامل بطاقة التموين ألا تنطبق شروط الاستبعاد من التموين. بعدها هيتم الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام. بعدها هيتم اتباع خطوات الفصل على بطاقة التموين وتدوين البيانات الشخصية. وده كان الفيديو النهاردة، اتمنى يكون نال اعجابكم، وشكرا على المتابعة، لايك وشير، ولو لسه مش مشتركين معانا هيفوتكم كتير. تحياتي للجميع.